لشعلة الفن والثقافة بريق يعيش عامه 34 إذانا ببدء مهرجان جرش. مدينة جرش الأثرية بأحجارها ومدرجاتها تحتضن إرثا تاريخيا ينطق اليوم بلسان الفن والثقافة. تنوع ثقافي فني، يعني من المغرب العربي، من مصر، من لبنان، من الخليج العربي، من أغلب الدول. إن لم يكن فنانا أو مطربا مشهورا فهنالك الأدباء وشعراء ومثقفين. شيء رائع جدا. مهرجان جرش يعني صار من المهرجانات الكبيرة، يعني بخارطة المهرجانات العربية، مهرجان يعني صار عمره أكثر من عقدين من الزمن. الفنان الأردني والعربي على خشبة المسرح. تنوع فني ووجوه من عالم الطرب عادت لهذا المدرج من جديد، لقاء لا تقل فيه لهفة الفنان بلقاء جمهوره به. تجربة كتير حلوة، بالعكس إلي الشرف أنا تكون برفقتي أو أنا برفقة الفنانة نانسي عجرم، يعني هذا إشي أنا بضيف لي بكل صراحة. وإحنا الفنانين الأردنيين بكل صراحة الجميع بيستحق أن نكون على الجنوب، يعني بتجنن، يعني شو أغانينا العربية ما في بعدها، يعني بصراحة يعني أنا مبسوط بصراحة كتير. كونسرت بجرش، هذا الإشي الحلو عشان هو بجرش، فرجينا الأردن فعليا شو هي. باقة فنية وثقافية ضمتها مسارح جرش التاريخية وأصوات عربية قادمة استحقت هذا الحضور. من مدينة جرش التاريخية، عماد العضايلة، العربية.